السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أخوات، اليوم غادي ندير معكم واحد الروتين اليومي في كاهل أردو البال. ما تبقاوش حاد الروتين اليومي يا صاحبي وتنساوني أنا. أو ترى والله العظيم راه شي حاجة مفرع اليوم. تشوف روتين اليومي تغط، تشوف تدخل دخلت لكم بالله، علاش كتشوفوا رجل؟ علاش كتشوفوا هذاك روتين اليومي؟ علاش؟ أطلع صاحبي تلا سي تجوز سي دير شي حاجة تا واش تبقى مالك؟ او والله العادي مرا بشكل قديرة مرض، لا الا مرض حق الله. نتوما العيالات دخلت عليكم بالله، علاش كتشوفوا روتيني؟ نتوما كتشوفوا روتيني اليوم وانا يطلع لي برز ديال دماغي كل مرة طالع ليا، طالع ليا 7000 في النهار، كيتحط فيديو طلع مدة ساعة طلع 100000 وطلعوا ديرين، يلا ديروا ديرين غنشوفوا واش غندير لكم. مرا بغيتي ديري بغيتي تشوفي روتيني اليوم، سيري ديري انتي، ديري انتي روتيني. ما تصوريش الله يرحم والدين. ما بغيناش نديرو البوز بشي حاجه بشي طريقه بشكل، فهمتوا؟ زيروا معانا الله يرحم والدين، زيروا معانا، زيروا معانا الله يرحم والدين، زيروا زيروا الصمت شويه وعفطوا عفطوا شي تحت الفوق فوق. حضروا معانا حتى الاخر، ما يكونش تويشيه في شكل شي حاجة حارة. روتيني اليومي نيش هاد الشجرة هادي، انا يلا كنت صورت لكم فيديو غير دابا ويسوني ليا التليفون الاخر عيطو عليا قال لي اجي اجي تبيع واحد الشجرة شي واحد الكليان وطيح ليا التليفون. هاك فيديو ما عجبنيش اصلا، ما عرفتش علاش، ما غاديش يخرج، ما يديرش البوز، هذا اللي غيدير البوز. شوف شوف معاوز بحال روتيني اليومي ولا لا، شوفوا وتسناو فيها مزيان واش غاتجيكم بحال روتيني اليومي ولا لا. هيا شتوها شتوها وثقيلة صاحبي، شتو الفورمة هي ديالها هذيك الشجرة. ملي كنجيبو حنا الشجر كنجيبو مصوب مقطع بحال ما هكا بحال روتيني اليومي. اخبار اخبار هاديك هاديك والله هاديك هاديك اللي قلتي هاديك هاديك اللي نويتي فهمتي. وانما اعمال بالنيات لكل لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. هذيك اللي نويتي هذه وضغط شي تويشي ضغط ضغط دابا كيقطعوها بحال ما كدم واحد الماكينه كيقطعوها من الارض كتجي بحال هذيك هذه هذيك هذيك اللي فكرتي فيها والله هي كتجي بحال 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 الروتيني اليومي. كيدوروا على واحد توب كنسميو حنا توب الخنشة ولا معرض، هذاك المعرض سميتو في المغرب، زيروه باش داك التراب يبقى مجموع على على سميتو يبقى مجموع علاش على الجدورة باش ما يطيحش. من بعد كيديروا فوق منو سلك كما كتشوفوا، كيديروا سلك باش يتزير عليه باش يبقى مجموع، باش داك التراب يتجمع حتى حتى الشجرة دير داك الجذور ديالها وتشد في التراب مزيان يبقى متماسك حتى نبيعوه. حنا ملي نبيعوه كيسني فري، فهمتوني؟ وشوفوا معايا الله يحفظك. ما تنساش انا قطعتها، انا قطعت هذا التويش الفوقاني. علاش؟ حيت ملي كتقطع عليها هذا فهمتي كتاخذ ديك القوة لتحت، فهمتي كتاخذ القوة لتحت. الى بقاو هذا القوة ديالها كتمشي هنا، فهمتوني؟ عقلو. هنا دابا اش غندير؟ انا الزا غنديرها في الفاز ياك، ولكن المشكل الكبير ثقيله صاحبي وانا اديها تشوف. صحيح على قد الحال، والفورما فورمات مو خلويد. تبارك الله، انا ما لاقش الروتين اليومي والله ما لاق لي، ولكن انا راه حطها في الفاز حيت قبيله درتها في الفاز الكحل اللي كتشوفو وحده، حطيتها ما جاتش قدو راه برع الجيم يخرجها. دابا جات واحد كبير والله تدخل، تبعوا معايا. هاي الا دخلات كانت غطيح ولا شي حاجه بلا ما تبقاو حاضرين، شي واحد فيكم يشد
هاكي الجم يديرها في الفاز. يا تقيلة والله، يا تقيلة بالله. ولكن خوك حسكة والله ما غيتزاني. شتوها كي دايره؟ كيفاش مصيبينها؟ روتيني اليومي صافي والله. اردو البال اتعلمو، اما كي لا زربي لا سرق الزيت. دابا هاد العصا هادي اللي شاد بها التليفون انا محتاجها، كي غندي منها نجيب عصا. شتي هاد التمارة كاملة اللي كنضرب عليكم، راه الا ما درتش البوز راه ما نسمحش ليكم. وانا كنقولها ليكم باش نفرحكم. وسبابكم كنزرب باش ما نطولش عليكم الفيلم، باش ما نطولش عليكم الفيديو، فهمتوني؟ اما انا خدمة ديال ساعة ندير فيها ساعتين راه على وجهكم. وك وك الى طاحت شدوا معايا الشبح. انطر نحيد لكم العصا اللي ليها ليه. شي مشكل اجرتو لينا. ابا انطر نحيد لكم العصا وزقي معنا سي محمد. هادي لان هادي رقيقة وكتدخل، هادي قليضة ما تليقش. شتو انا وكم حسكة سبابكم انا كنضرب تمر سباب. سولكم بعدا واش درتو البصله ولا ما درتوهش؟ درتو البصله ولا ما درتوهش؟ ها أه؟ ما ماشي واحد ما كاين لا زربيه لا سرق الزيت. سالينا سالينا دوزو بخير. لكن التصويره شوفوا واش تعجبكم، ما تنساوش تويشيه فوق ماشي لتحت. واللي دار لتحت الله يعطيه الحكه وقال الدفران، الله يعطيه الخنونه العام، الله يعطيه كورونا والخنونة دعام، الله يعطيه معطل الكلب وخباه فراسكم. فراسكم اخوان. ساعة سعيدة، تلاقاو وما تنساوش. انا شوف انا ضروري غندير لكم انا الزربية وسرق الزيت، ضروري غنحك الزربية ونقلب على سرق الزيت، فهمتوني؟ ونتلاقاو دوزو بخير. تحية القلوب الزرقاء، الناس اللي كيتابعونا، الجيش، بارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا عاود تاني.